هم الإخوة المقاتلون من جبهة حق المقاتلين بتجهيز الصواريخ. إذن يستعد الإخوة المقاتلون من جبهة حق المقاتلين لتجهيز الصواريخ لدك معاقل الشبيهة في مطار حماة العسكري. أبو وليد بس لو سمحت نعرف شو عم تشتغل عندك إذا بتريد. شو العمل عم تقوم فيه؟ عم نحل البرغة مشان الصاعق. بدك تركب صاعق يعني؟ الله يعطيكم العافية. إذن يقوم الإخوة المقاتلون بتركيب الصواعق على هذه الصواريخ لقصفها على مطار حماة العسكري. وسيكون لنا لقاء مع قائد جبهة حق المقاتلين إن شاء الله. طبعا يقوم الإخوة من جبهة حق المقاتلين بدراسة المنطقة بشكل دقيق. بس لو سمحت قلنا شو طبيعة العمل عم تقوم فيه هلا؟ عم ناخذ احداثيات باتجاه مطار حماة العسكري. إذن يقوم الإخوة من جبهة حق المقاتلة بتدقيق المسافات لقصف مطار حماة العسكري بصواريخ ردا على عمليات النظام الإجرامي التي يقوم فيها في مطار في ريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية. حبيت لو تضعنا بصورة هذه الصواعق أو رؤوس صواريخ الجراد. هذه الصواعق؟ الصواعق نعم. سيتم تركيبه على الصواريخ؟ إن شاء الله. طيب تفضل. إذن يقوم الإخوة المقاتلون من جبهة حق المقاتلة بتركيب هذه الصواعق. بدأوا بتركيب هذه الصواعق على الصواريخ. هذا أول صاعق يتم تركيبه. وهذا الصاعق الثاني. صحت مظبوط؟ خليها الثاني مع حسن. إذن يقوم الإخوة المقاتلون بتنظيف هذه الصواريخ قبل قصفها على مطار حماة العسكري. السيارة.
الله جاهزة. إن شاء الله. تقريبا استكمل تجهيز الصواريخ من أجل قصفها على مطار حماة العسكري من قبل مقاتلي جبهة حق المقاتلين. في هذا المكان يجلس عدد من القاضي لدراسة دقة المسافات قربها وبعدها وتحديد الهدف بشكل دقيق لأجل قصف مطار حماة العسكري. السلام عليكم. يسرنا أن نلتقي بقائد جبهة حق المقاتلة. أهلا وسهلا فيك أخي القائد. أهلا وسهلا أخي القائد. حبذا لو وضعتمونا في صورة العمل الذي تقومون به الآن. اليوم سنرد على النظام بصواريخ الجراد على مطار حماة العسكري الذي يخرج منه الطيران ويستهدف المدنيين العزل بقيادة قائد الفوج خالد خطاب فوج المدفعيين. إذن نرحب بسيادة النقيب خالد خطاب. أهلا وسهلا فيك سيادة النقيب. سيادة النقيب حبذا لو وضعتنا بصورة عملية وكيفية إطلاق هذه الصواريخ على مطار حماة العسكري. نحن الآن نقوم بتوجيه راجمة الصواريخ باتجاه مطار حماة العسكري، وسوف نقوم الآن بالرمي رمي مباشر باتجاه مطار حماة. وهذا يعني رمي مباشر، يعني يعرفه ضباط اختصاص المدفعية ما معنى الرمي مباشر، أنني أرى الهدف مباشرة بالعين المجردة، وسوف أرى إن شاء الله الصواريخ وهي تنزل في منتصف المطار. سيادة النقيب هذه الصواريخ هل هي محلية الصنع أم هذه الصواريخ كلها روسية الصنع، مصدرها الأساسي غنائم من جيش النظام الخائن؟ سيادة النقيب أنتم بإمكانياتكم المتواضعة هل تستطيعون تحقيق إصابات مباشرة بداخل مطار حماة العسكري والذي يعتبر الحصن المنيع لقوات النظام؟ نحن بالأساس كنا ضباط في الجيش الخائن، ولكننا شقينا عن هذا النظام الخائن لعملياته لأعمال الخيانة التي يقوم بها بقتل المدنيين وتذبيح أهالينا في كافة المحافظات السورية. وهذه الخبرات ليست مجرد خبرات مكتسبة عن طريق ممارسة، إنما خبرات نحن متدربين عليها بشكل مسبق، تدربنا عليها بشكل مباشر في عند جيش النظام. تدربت على هذه الراجمات وهذه المدافع كلها، خدمنا عليها سابقا في النظام، ونحن الآن نقوم بالرد عليه بهذه الراجمات وهذه الأسلحة التي غنمناها من جيش الخائن. نشكر قائد جبهة حق المقاتلة وسيادة النقيب خالد خطاب على هذه المعلومات التي أفادونا بها، ونتمنى لكم التوفيق. إذن يستعد الإخوة المقاتلون لإطلاق هذه الصواريخ على مطار حماة العسكري. إذن بدأ الإخوة المقاتلون بنقل الصواريخ إلى رجل الصواريخ من أجل قصفها على مطار حماة العسكري. هذا الصاروخ الأول. هذا هو الصاروخ الأول. هذا الصاروخ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي القائد إذا كنا أمام الراجمي في خطورة التصوير؟ بس بعد خطورة مع جنبه بس. طيب سنحاول إن شاء الله. إذن هذا الصاروخ الأول تم تجهيزه، سنحاول رصد الصاروخ.
إذن هذا الصاروخ الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. سنقوم الآن بدك مطار حماة العسكري ردا على ما يرتكبه بأهلنا وبالمدنيين العزل. بسم الله الله أكبر. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. يا رب. الله أكبر. تاني يلا تاني يا شباب. يلا فاتي يلا. الله أكبر والعزة لله. صاروخ الثاني حرك. إذن هذا الصاروخ الأول تم توجيهه إلى مطار حماة العسكري. يلا يا خالي. يلا شباب. إذن يستعد الإخوة من جبهة حق المقاتل إطلاق الصاروخ الثاني باتجاه مطار حماة العسكري. وهذا الصاروخ الثاني يستعد الإخوة لإطلاق الصاروخ الثاني. إذن هذا الصاروخ الثاني تم إطلاقه باتجاه مطار حماة العسكري. يلا يا خالي. يلا يا أخوي. يلا قول يا الله. استعد الإخوة لإطلاق الصاروخ الثالث. يلا طبقوا حطوا طبقوا حطوا يلا. إذن هذا الصاروخ الثالث. إذن هذا الصاروخ الثالث يتم تجهيزه. إذن يقوم الإخوة المقاتلون من جبهة حق المقاتلة طبعا القادم منهم بتدقيق المسافات وتدقيق القياسات من أجل الدقة في الإصابة. طبعا نذكر هذا هو الصاروخ الثالث سيتم إطلاقه باتجاه مطار حماة العسكري.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ورا خلي يطلع بعد. مازال مرة في المجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من هذا الصاروخ الثالث. إذن ردا على البراميل والحاويات المتفجرة التي يلقيها النظام على الريف الحموي، قامت جبهة حق المقاتلة بدك معاقل الشبيحة في مطار حماه العسكري بصواريخ روسية الصنع غنموها من النظام، ولسان حالهم يقول هذه بضاعتكم ردت إليكم. كان معكم محمود الحموي، المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماه، لقناة السوري الحر.